أطلقت عدد من الجمعيات الخيرية والمساجد والجوامع مبادرة إفطار صائم في مختلف محافظات مملكة البحرين. يأتي ذلك تجسيدا للقيم النبيلة وروح العطاء التي جبل عليها أبناء مملكة البحرين. من منطلق مبدأ التكاتف والتراحم خلال الشهر الفضيل، يأتي مشروع إفطار الصائمين تلبية لضرورة رسم أروع صور المودة وتجسيد معالم الجسد الواحد وأحياء لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بإعانة الفقراء على أداء صومهم وتخفيف عناء احتياجاتهم الغذائية ليعيشوا حياة رمضان مليئة بالسرور والبركة. المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك تسهم نحو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز من روحانية الشهر الكريم هنا وفي منطقة المنام، وبالتحديد في ساحة جامع الصحاف يتم تقديم أكثر من 1000 وجبة لإفطار الصائمين من مختلف الجاليات المسلمة. في سنة 2015 بدأنا في هذه الساحة الحمد لله، فالعدد ما شاء الله بدأ في 2015 تقريبا 500 شخص، 450-500 شخص، إلى ما وصلنا اليوم تاريخ اليوم 1000 شخص. فالحمد لله الحمد لله، يعني هذا الفضل أولا وآخرا لله عز وجل. فثم اللي عندنا يعني مجموعة من المحسنين إزاهم الله خير، وإحنا نبدأ المشروع هني يوميا من عقب صلاة العصر مباشرة، من ساعة تقريبا 3:30 لعقب الصلاة يعني. واللي عندنا الجاليات الأسيوية يعني 100% كلهم يعني عزوبية، إنزين، فهم في الغربة، فإحنا الحمد لله نساعدهم بيعني توفير مائدة الإفطار لهم، ويكونون في دوامات لساعة 4-4:30، فمن صعب يروح البيت ويطبخ له أو يشتري له. فالحمد لله الله وفقنا لهذا العمل، نسر الله الإخلاص والقبول يا رب. شهر رمضان هو شهر المسارعة إلى الخيرات والتنافس فيها، ومن هذه الخيرات إفطار الصائم، والتي لها دور رئيسي في زيادة روابط المودة والمحبة بين المسلمين. فمملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا تجاه تنمية ثقافة العطاء الإنساني باعتبارها أولوية راسخة، من خلال التوجه لإطلاق مؤسسات إنسانية وخيرية لمد يد العون، إذ أن ثقافة العطاء والعمل التطوعي أصبحت مؤشرا مهما لتطور المجتمعات باعتبارها أحد محركات التنمية. يأتي شهر رمضان المبارك ليعزز صور الإحسان الناصعة لأهل الخير في المملكة، فتنتشر في كافة المحافظات مشاريع إفطار الصائمين في الطرق وفي مناطق تجمع العمال للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.